طيب احنا هنا في المكتب حضرتك بشتغل على المكتب ده عدد؟ حضرتك قلنا ان الخطوط الدرجة العادية كم خط؟ 6 أنواع. 6 أنواع دول اللي معظمنا عارفهم. هم ايه؟ هم اولا دايما بيتكلموا بيقولوا الاول على الرقعة وبعدين الواو الناس وبعدين الواو الديواني الديواني اللي هو دواني. شبه انه في الكلام ده شبه حكاوي القهاوي دي اللي حضرتك عملتها شبه ده الديواني بعدها الواو الفارسي اهي الفارسي الخامس فيه شيك قوي ده الكوفي ايوه وحضرتك بتعمل الواو الكوفي دي افتكرت المسلسلات الاسلاميه كلها كلها انا اللي كتبتها كمان اللي هي بتاعت امين الصاوي والاحمد طنطاوي محمد رسول الله والذين معه ده كان سنين كل سنه كان نبي من انبياء الله كل الحاجات دي من زمان قوي من زمان اللي شغال فيها طيب فاضل خط واحد لانها كان فاضل الثلث بقى الحلو ده الواو كده بتضحك كده ومبسوطه شايفه ازاي اهي بتحس ان في خطوط رجالي وخطوط حالي في الكتابه ساعات احس كده لا في الكتاب اعرف ايه اعرف ان ده حريمي ولا بتاع ولا رجالي وممكن اعرف كمان ده شمال ولا يمين دول الاثنين ممكنين واللون ده جميل قوي الاحمر القاني ده هل ده برضو حاجه يعني تراثيه الاحمر ده ده تراثي وطبيعي لان انا اللي بعمله من ايه بعمله من, من 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 الالوان نفسها فيها البتاع دي فيها الرمان وفيها ال دم غزال والحاجات لا اللي هو البنجر كده اصباغ طبيعيه طيب دي الخطوط الدرجه المعروفه حضرتك بقى ابتدعت خطوط خاصه بيك انا عملت خطوط التلفزيون اللي هي المعروفه دي كل البرامج اللي هي اتعملت بالخط الحر هو اللي انا اللي عامله ايه الخط الحر؟ يعني ده الكتاب بتاع حضرتك وريني قصدك ايه بالخط الحر؟ الخط الحر اهو كل ده خط حر اهو ده تلاقيها مثلا ده ده انت مخترعه ده فري خضير يعني خط حر بصي ده شوفي بيتكتب ازاي وريني اما كتاب جميل ده بيتكتب بيبقى شوفي ابقى ماسك اللوحه كده واكتب كده اهو دي الكلمه دي التلفزيون حتى كلمه تكوينات وعناوين هي نفسها شو بقى نعمل بقى ايه كده يعني الخطوط برضو فيها موضه طبعا صح فيها موضه فيها يعني انا لما اشوف بس برضو هو حضرتك عملت الموضه يعني أنا لما أشوف عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير كده بحس بالسبعينات أو بالثمانينات عشان وأنا طفلة صغيرة كنت بشوف الحاجات دي في التلفزيون فبيرتبط ليه يقدم دي؟ التلفزيون يقدم مثلا فتبقى أيقونية كده فما ننساهاش طيب أمال بقى الخطوط الفونتس اللي إحنا بننزلها من على الكمبيوتر تعمل بقى إزاي الحاجات دي؟ خلاص الدول دخلوا الكمبيوتر دلوقتي بتوعك أنت اللي هما فري طيب انت ايه رايك في الفونتس بتاعت الكمبيوتر دي هل تستبدل الخطه لا 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 انا عايز اقول لك على حاجه قول انا بقولها دايما يعني قول الكمبيوتر انا هكتب الف عدله كده رقعه عدله قوي والكمبيوتر هيعملها برضه عدله قوي كبري بتاعت الكمبيوتر 100 مره هي عدله قوي مظبوط كبري بتاعتي هتلاقيها كده اهو ضربات قلبي بتضرب فيها القلب بتاعتي البني ادم اللي عمل عندك ناس تفوقوا عليك يا استاذ طبعا فرحان بيه ما هو دلوقتي خلاي طلع ناس بتباكس صحيح لما يجوا يباكسوا هو بقى كده مش هيدوا محمد علي كلاي صح انا بقى فرحان بيهم لانهم اولادي وبياخدوا مني اجازه وبعدين عندي في العراق كتير كمان شو العراق اللي اهتميت بيه؟ دي يعني بلد الخط العربي بلد الخط العربي
وهم اللي بيجوا ياخدوا الإجازة مني بيقولوا احنا اتعلمنا من التلفزيون. Yeah. والله بيقولوا اتعلمنا من التلفزيون المصري. ما تنسيش ان انا قدمت 300 حلقة في البرامج التعليمية انا اللي كنت مقدم وكل حاجة، وفي القناة الرابعة قدمت 300 حلقة اسمها الخط فن. لا يعني ليا تلاميذ كتير من بعيد بعد كده هم بقيت ايه اظبطهم وياخدوا الاجازه. ينفع تاخدني بقى في المتحف الجميل بتاعك نتفرج على اللوحات وتقول لي ايه اقرب حاجه لقلبك وحسيت ايه وانت بتعمل دي وحسيت ايه وانت بتعمل دي؟ قوي بقى هو ده اهم حاجه. يلا. بتحس بايه يا استاذ خضير وانت قاعد كده في وسط الحاجات اللي انت عملتها على مر السنين يعني؟ انا بحس بعمري. بعمرك؟ اها. تفتكر بقى كل سنه وانت عامل دي؟ وكل لوحه ليها وقتها اللي انا بفتكره. وبعدين في لوحات كتير كاتبها وانا في القطر مسافر، وكل دوله سافرت فيها كتبت وانا قاعد، يعني اروح اجي من يومين ثلاثه معايا لوحتين ثلاثه. وكل التكنيك بتاع اللي هو زي الزواق او اسمه ايه؟ الزواق ده اسمه ابرو. الابرو عارفه ده بيتعمل على ايه؟ يعني ده تليان زي الالوان بتتعمل على الميه فوق الميه. ايوه. وبناخدها بالورقه ونطلع ونشفها كده. طب والكلام بتنقي الكلام ازاي؟ الكلام بقى هو يعني غني المؤمن بالله. كلامي كلام انا. انا عجباني قوي دي. الهمه جناح الحظ. الهمه جناح الحظ. ما بترضاش تبيع ليه من ما دام انت موجود ربنا يديلك طول العمر وتقدر تنتج تاني وتاني؟ لا الناس اللي بتيجي لما بيجي لي الكليات دي عشان يتفرجوا وبتاع واديهم محاضره وده ايه واتعمل ازاي في عند الدنيا. مش عايز تبيع خالص؟ لا ابيع ازاي وانا عاوز اعمل ده دلوقتي متحف مش هيفضل كده، مش هتجيلي بعد 3 4 أشهر وتلاقيه دول فاضي. لا مش هتلاقيه دول كمان، هتلاقي ده اتغير كله فعلا. ومحبين الخط بقى ده بيغذي يعني، انا ممكن اقعد اشتغل لتاني يوم ما اكلش، اقعد انسى ان انا جعان. حبيتك قوي يعني انا عندي نشوه اللي هي ماسكه معايا دي اقول لها نشوه انا اتغديت الساعة كام بقى 12 بالليل اتغديت؟ تقول لي لا. طب شوف ده كله هاتوا بقى أي حاجة ناكلها. يا سارة عملتي صورة جميلة يا سارة ولا مكسوفة؟ دايما زميلتنا سارة بترسم بورتريه للبطل بطل الحلقة بتاعتنا النهاردة في حكاوي الإيهاب. اتفضلي يا سارة. عاشت دنيك يا سارة. ميرسي يا سارة. عاشت دنيك. وبص بقى عليها إيه؟ حكاوي ده اسم الاسم اسم البرنامج اللي انت عامله من مليون سنه. برافو برافو. حلوه يا زلمه. جميل. اللي ملوش ماضي يشرف، ملوش لا حاضر ولا بكره. احنا بنيجي الدنيا عشان وقت ما نمشي نسيب ذكرى، يكتب تاريخك خط ايديك بالنسخ مره وبالرقعه، وتلاقي دايما ناس حواليك بتسندك وقت الوقعة، تتشال مع الدنيا وتتحط ويرضى قلبك بالمقسوم، وشريط حياتك زي الخط بالمسطرة ماشي ومرسوم.